عبير، معروف عنك انت الممثل اللي اللي مع الادوار الجريئه ولكن ضد المشاهد الجريئه. تماما. شو الفرق؟ فسري لنا. طيب هلا في دور جريء بنقدمه لحتى نحن مثلا نعطي الناس عبره منه، تمام؟ ودائما انا اي دور جريء عملته بحياتي وصلت انا والكاتب او انا والمخرج انه نحط له شويه مبررات، انه ليش هاي المراه هيك؟ دائما في مبررات، ما حدا بيخلق، ما حدا بيولد سوري بمكان. فدائما كنت احاول اني اقدمها بطريقه انسانيه، تكون قريبه من الناس، تحبها. انا دائما بقول انه انا مع الجرأه بس انا ضد الوقاحه بالعرض، ضد انه يكون في وقاحه. نعم. الراقصه ما دائما مثلا اذا قلنا راقصه او قلنا مثلا بنت بائعة هوا، تمام، او ما بدنا نقول راقصه لانه هي مهنه طبعا انا بحترمها وبحبها، مثلا انه دائما شفتي بالاعمال الفنيه تقدم على انها شخصيه مستهتره، شخصيه، بس هي اكيد ببيتها ما أنا هيك، اكيد بحياتها مع اولادها الخاصه ما لها هيك، ما دائما حاطه العلكه ونازله يلا وعم تطبل وعم ترقص. بالنهايه انسان ونحط بموقف معين، بجوز حب المهنه، بجوز فعلا عنده شيء حابب يقدمه. نعم. طبعا بعيدا عن اذا بدنا نقول ما بعرف شو بدي اسميه، يعني ما بحب كثير اقول بنت هوا مثلا او هيك، بيختلف الوضع كثير. نعم. وحتى هي إلى مبررات دائما، يعني اكيد في مبررات. فانا كنت ضد المشاهد الجريئه، انه طيب حتى لو قدمت بنت مثلا سيئه او ايا كان، ما شرط يكون في مشاهد جريئه لانه هي ما راح تقدم وراح تاخر للعمل. تاخديها على البعد الانساني، تمام، بعطيها البعد الانساني وخليها تكون قريبه من الناس، يعني ما تكون وقحه بالتصرفات وبالطريقه وبطريقه اللبس بطريقه التعاطي، يعني خليها تكون انسانه. مثلتي مشاهد جريئه؟ لا، ما عندي مشاهد جريء. ما بتقبلي بمشهد جريء؟ لا 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 لا. ترفضي مشهد القبلة مثلا او طبعا مشهد؟ برفض. ايه ما انا ما عندي استعداد نفسي اني انحط علما انه بدراما مؤخرا عم نشوف، يعني وايضا أوكي. بدراما يعني كل واحد بيشوف الموضوع من يعني من منظار مختلف، في ناس بتحسه بيضيف شيء، انا بحسه ما بيضيف شيء. تعتبري حتى لو كان هيدا المشهد موظف دراميا؟ ما في شيء اسمه موظف دراميا، بالدراما كل شيء بيصير. الفنان الكبير دريد لحام بيقول مشهد القبلي او غيره من المشاهد اذا وظف صح دراميا كيف يعني؟ في بوسه من ورا وفي بوسه من قدام، شو اللي موظف دراميا؟ يعني هي القبلة قبلة، يخدم النص، هي القبلة قبلة، وهي لما بتصير بالتصوير بتصير، يعني انه شو يعني بيقولوا لك والله تاخذت بطريقه، لا لما ما في قبلة تمثيل، في ما في تمثيل، لا في اثنين عم يكونوا مع بعض، عم يصير في شيء بيناتهم، البني ادم بالنهايه مشاعر. فانا بحس لا، هذا مو شغل، يعني انا بالنسبه لي مو شغل. بشارع شيكاغو صار في يعني قبولات شفناها، ما بعرف هل صارت حصلت يعني فعلا؟ ما عندي فكره، انا ما حضرته ولا بعرف عنه شيء، يعني ولا شفته. يعني الخلاصه انه عبير شمس الدين هي ضد المشاهد الجريئه. نعم.